منتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان لنحكي عن الضريبة على الفوائد. لما تلا وزير الإعلام وقرارات مجلس الوزراء نهار الجمعة بتتذكر ووصف الجلسة بالمنتج جدا، قصد إقرار بعض بنود إصلاحية وتحديدا رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية. يعني كأن بيّنت هون الحكومة كأنه عملت إنجاز وطني ضخم بيطوي صفحة الإخفاقات والأزمات وبيحل العدالة الاجتماعية والضريبية على حد سواء. شو القصة؟ شو صار بين مكونات هالحكومة لما رفعوا فوائد الودائع المصرفية من 7 إلى 10؟ هل بيستحق هالإنجاز كل هالمعارك اللي صارت داخل جلسات مجلس الوزراء؟ هل ممكن نعتبر القرار إنه إنجاز؟ هل تقع هذه الضريبة على المصارف وحدها أم إنه المواطن سيشاركها الأعباء؟ اليوم خبراء المحاسبة هن اللي بدهم يحسبوا ويجمعوا يطرحوا ويضعوا نقطة على السطر. أن السابق النائب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين بلبنان إلي عبود، صباح الخير. صباح الخير نوال، صباح الخير للمستمعين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني شكرا. قبل ما ندخل بقصة الفوائد والضرائب وقانون التجارة، اليوم أنتم كخبراء محاسبة كيف شايفين الوضع بالبلد الاقتصادي؟ هل صحيح نحن متجهين على انهيار؟ أي قطاعات متأثرة بهالوضع أكثر من غيرها؟ ست نوال، أنا اللي بدي أقوله أنه أنا ما يعني من لاني متفائل ولاني متشائم. الوضع سيء، الوضع المالي. يعني في فرق، لازم للمستمعين نوضح الفرق بين الوضع الاقتصادي والوضع المالي لمالية الخزينة الدولي اللبناني. الوضع الاقتصادي أكيد كلنا منعرف نتيجة الأوضاع بالمنطقة ونتيجة الظروف الاقتصادية الضاغطة، وأكيد كل المشاكل بالمنطقة ونتيجة عدم وجود رؤية اقتصادية وضرائبية، هلأ بنحكي عنها، ومالية متلازمة مع كمان السياسة النقدية مصرف لبنان. صانعي السياسات ما عادش فينا نحن نتخبط نعمل إجراء من هون وإجراء، مع أنه بعض الإجراءات منيحة، يعني لحتى ما نكون نجلد حالنا ونجلد مجلس الوزراء نقول لا كل شيء مش عم بينعمل بالموازنة مش منيح. اليوم في سياسات بدها تكون واضحة وهادفة. اليوم عنا الوضع الاقتصادي عنا مشكلة، والدليل على ذلك نحن منعرف وكل المسلمين بيعرفوا الوضع الاقتصادي الواقع على الأرض. ما بدي أحكي مؤشرات ونسبة النمو والتضخم اللي كانت هيديك السنة 6%، يعني الزيادة بالأسعار بعد اللي صار موازنة 2018 وسلة الضرائب الجديدة لتمويل السلسلة، ولم يتبين أنه هذه الضرائب لم تأتي بمردودة، الضرائب الجديدة لم تأتي بمردودة المالي على خزينة المالية العامة. عنا نحن كمدققي الشركات عم نشوف كيف الشركات عم بتعاني، أكان بالربحية أكان بالسيولة المتوفرة عندها. أكان في شركات وبقول لك هي بكل صراحة، ونحن هيك بين زملائنا بنحكي، بقول له قديش عم بتسكر كم شركة عندك السنة وكم شركة عم تعمل تصفية. الشركات العشر الكبار يعني اعتبروا من الأوائل بلبنان، 10 شركات كبار يعني. نعم، نحن شركة تدقيق أجنبية بلبنان، وفي مكاتب يعني كلنا زملاء، كلنا يعني ما عم نميز بين زميل وزميل. أن كان بالشركات الصغيرة المتوسطة يعني المكلفين SMEs، أن كان بالشركات الكبيرة في عنا مشاكل. اليوم هذا القطاع الخاص منهك اليوم. يعني إذا بدنا نرجع نستطرد وهلأ بنحكي بالحلقة، أنه القطاع الخاص كل تمويل المالية والخزينة عم بيكون من القطاع الخاص، ولا يوجد أي نمو في حجم القطاع في الاقتصاد اللبناني. لا بالعكس، اليوم في أكلاف كبيرة على القطاع الخاص وفي تحديات كبيرة على القطاع الخاص. نعم، يعني اليوم بنسمع في هدر وفي فساد ومنقشع كمان، يعني مش بس منسمع، وين الهدر وين الفساد؟ طب اليوم هالشركات الكبيرة انتو كخبراء محاسبة ما طلع ولا شركة بتدقيق حساباتها ولا بلدية بتعملوا لها تدقيق انه في تهرب ضريبي، في هدر، في فساد بهالشركات؟ يعني اليوم في فراغ بين دور الخبير بالمرحلة اللي نحن عايشينها وبالمرحلة الماضية، يعني ما كان في تبليغات شو عم بيصير، يعني كأنه الهدر والفساد هبط فجأة. شو تعليقك على اللي عم ينقال بهالإطار؟ ستنا بدنا نفصل بين الهدر والفساد في القطاع العام
عم نحكي عن القطاع الخاص والتهرب الضريبي في القطاع الخاص. نعم. المصطلح ليش ما في هدر وفساد بالقطاع الخاص؟ الهدر القطاع قليل. نعم مقارنة سيدنا القطاع الخاص شركة شركة يا بتكون عائلية يا بتكون شركة، انه شو هدر وفساد؟ ما الهدف من انشاء هذه الشركة هي مصلحة المساهمين. لا بالنقطة بين هلالين توضح لك بين هلالين لما مثلا ما بتدفع لازم تدفعه للدولة هذا يعني التهرب الضريبي. هذا تهرب هذا التهرب الضريبي مش هدر وفساد. هيدا التهرب الضريبي هو جرم بالقانون 44 هو بالكريمينال. التهرب الضريبي أكيد نحن أكيد في مسؤولية على مدقق الحسابات إذا اكتشف أنه الموضوع. وأنا صارت معي في أحد العملاء حطيت بتقريري شفت أنه هلأ غيرني حط حدا غيري حدا من زملائنا، بس اليوم في مسؤولية. بس كمان في كانت بعض المحاولات لتحميل مدقق الحسابات مسؤولية أنه هو مسؤولية رقابية لمكافحة التهرب الضريبي. أنا ما فيكم مدقق الحسابات، وأنا أعلنت بعدة محلات وأنه اليوم ارفعوا السرية المصرفية. أنا اليوم إذا في عم دقق لمنشأة أو عند حساب ببنك تاني وأنا أخفت عني الإدارة، يمكن عنده إيرادات بغير عم بتحطه بغير حساب، يمكن في بعض الاستيراد بعض البضائع عم بتفوت اللي عم نعرف من دون المافيات اللي عم تفوتها على البلد من دون أي دفع ضريبي أو جمركي. أنا شو بدي أعرف؟ يرفعوا السرية المصرفية عن كافة بس لخبراء المحاسبة، ونحن حالفين يمين بالقضاء ومحلفين، وبالتالي منحافظ على السرية. وكل مكلف يقولوا يجب أن يقترن أي تصريح ضريبي أو أي بيانات مالية مش بس الشركات المساهمة بتوقيع خبير محاسبي مجاز، ونتحمل مسؤولية فيها كاملة بهذا الموضوع. بس ما فيك تقول يعني بتصير قصص كتير كبيرة ما بتنعلن على الرأي العام بالنسبة للشركات، ما إنما مثلا منشوف بالخارج بأمريكا إذا شركة غلطت على أكيد كل في خطأ مهني اليوم هو يعني على مثل بكل مهنة مثل ما بكل مهنة بيصير في خطأ مهني. هون تحديد الخطأ المهني الجسيم أو لا سمح الله التعمد والتواطؤ مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة للتلاعب بالبيانات المالية لإصدار بيانات مالية مضللة ومغشوشة وتضلل مستعملي هذه البيانات. هون المسؤولية اللي بدها تكون فيها أكيد مسؤولية جزائية وكريمينال. أكيد هذه في مسؤولية على مدقق الحسابات. نرجع للتهرب الضريبي إذا بدك نرجع للتهرب أكيد الضريبي. بس مش هلأ مباشرة بعد موجز أخبار التسعة وربع. تابعونا بهالحلقة رح نحكي عن الفوائد المصرفية خصوصا الفوائد على الودائع المصرفية ما لها وما عليها، وعناوين كتير بيسيق هالحلقة. تابعونا اتصلوا فينا واسألوا السؤال اللي بدكن إياه بعد موجز الأخبار. نقطة البطريرك صفير تاريخ في تاريخ. أعطانا الله وطنا جميلا في جميع المناخات على صغره، وعريق في التاريخ، وحسب أن يكون موطنا للأنبياء والقديسين، وهذا وحده كاف لكي يحفزنا على محبته والتضحية في سبيله وإعلاء شأنه. البطريرك صفير مجد لبنان أعطي له. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. عصفور الكورة طلعت الشمس.
زيتون حبي حبي وستين سنة من هالزمان طعمة الزيت زيت سعيفان زيت زيتون سعيفان من أرض الكورة من حلا الطبيعة للدنيا حواليك زيت زيتون سعيفان والعيلة ناطرة نكهة وصحة وصفرة أم ويسلم إيديك طابت أوقاتكم موجز أخبار التاسعة والربع من صوت لبنان يستأنف مجلس الوزراء ظهرا مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة في جلسة تعقد في السراي ويتجه المجلس اليوم لدراسة اقتراحات اقتصادية وإصلاحات على أن يقدم وزير المالية ملخصا لما تم إقراره في الفترة الماضية وزير الخارجية جبران باسيل الذي أبدى عدم رضاه عن الخفوضات المنجزة في أرقام الموازنة يتجه من جهته إلى تقديم مقترحاته والتي ستركز على خدمة الدين العام والتهرب الجمركي والضريبي النائب ياسين جابر أكد في حديث لصوت لبنان أننا بحاجة لموازنة متقشفة تتضمن مواد قانونية تعالج التفلت في العطاءات مع تنفيذ فعلي للإصلاحات البنيوية وأضاف لا يكفي أن نقول أننا خفضنا بضع مليارات بل المطلوب أن نثبت أننا بدأنا بمعالجة سبب الداء عبر إعادة هيكلة القطاعات كالكهرباء والاتصالات والطيران لافتا إلى أن تعيين الهيئات الناظمة سيكون أول مؤشر إلى دخولنا جديا في المقاربة الإصلاحية يواصل البطريرك الماروني الكاردينال بشار الراعي تقبل التعازي بوفاة البطريرك صفير في بكركي التي تستعد لاستقبال جثمان البطريرك الراحل غدا ليسجى في الكنيسة الصغيرة للصرح حتى موعد الصلاة على راحة نفسه عصر يوم الخميس المكتب السياسي لحزب الكتائب أعلن الحداد وتنكيس الأعلام في كل مقرات الحزب اعتبارا من اليوم وحتى انتهاء فترة التعازي بوفاة البطريرك صفير ودعا اللبنانيين عموما والكتائبيين خصوصا إلى المشاركة الكثيفة في جنازة من أعطي له مجد لبنان وأكد بيان المكتب السياسي أن حزب الكتائب يرى في غبطته قامة وطنية وقد حفر عميقا في وجدان شعب وتاريخ وطن حتى بات مرادفا للحرية والإيمان بلبنان إذ وقف في وجه الاحتلال والظلم وانتهاك السيادة وعاهد حزب الكتائب اللبنانيين وصانع الاستقلال الثاني بحفظ الوزنات فما زرعه هو رجاء بقيامة وطن سيد حر مستقل تليق به الشهادة سقط قتيل وثلاثة جرحى في حادث سير مروع على طريق عام عيحة راشية وقد اضطر عناصر الدفاع المدني إلى استعمال أدوات الإنقاذ الهيدروليكية لسحب المواطنين الثلاثة من داخل هيكل السيارة الذي تضرر بشدة نتيجة الحادث من أنبائنا العامة قال مصدر عسكري يمني لقناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين إن سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية وكالة رويترز لفتت إلى أن تلفزيون مسيرة لم يذكر الأهداف كما ولم يصدر تأكيد من مسؤولين سعوديين عن حصول الهجوم في السودان ارتفعت حصيلة أعمال العنف التي استهدفت المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى ستة قتلى هم ضابط وخمسة محتجين في حين أفيد عن إصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بهذا نصل إلى ختام موجز الأخبار قدمناه لكم من صوت لبنان نقطة على السطر صوت لبنان من تابع مع ضيفنا اليوم النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين بلبنان إلي عبود مجددا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك من عائلتي
اللي شرفنا عائلة جوزي كيف اليوم بدي افسح المجال للأصدقاء المستمعين انهم يتواصلوا معنا، يعني خبرونا اليوم في ضرائب، يعني ارتفعت الضرائب من 7% إلى 10% على الودائع المصرفية للمودعين رح يتأثروا، المصارف كيف تتأثر، كمان المودعين من جيبة الفقراء، في تساوي يعني بين المودع الصغير والمودع الكبير، كأنه هي ما لازم تكون، يمكن نرسم علامة استفهام. رح نرجع لك، بس بدي أذكر الأصدقاء المستمعين بأرقام تليفونية صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 76-611-005، وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001. في دونيز بتقلنا يا عيب الشوم قال بدهم يقربوا على الشعب المعتر، يعني اليوم كمان بدهم يشفطوا من مالهم بالبنوكة هزلت. شو تعليقك اليوم؟ نحن النظام الضرائبي بلبنان هو نظام نوعي، يعني كل نوع ضريبة، يعني ضريبة الدخل إلى ضريبة معينة، ضريبة إذا عندك رؤوس الأموال المنقولة، عندك استثمار بأدوات مالية، يعني عندك سهم بيجيك توزيعات، عندك مودعة ببنك، عندك أجار. اليوم بكل دول العالم في قانون ضريبي الموحد، رح أشرح بعدين، اللي بيأمن العدالة الضرائبية، يعني بتجمع كل إيراداتك بإيراد بتصريح ضريبي واحد وتطلع على الشطور. ومن ضمنها بكل دول العالم هيدي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، اللي هي إذا عندك سندات خزينة فوائد عليها أو إيداعات بالبنوك. نحن عنا كل ضريبة، كل إيراد له ضريبة نوعية محددة، وهم ما في عدالة ضريبية. لنبلش من هذا الموضوع، لا عدالة وعم بكفوا بالعدالة. وبالتالي هذا القانون اللي طلع بال2001 لأول مرة 5% كان، ورجع طلع 7%، وهلا رح يطلع للعشرة بالمية. أنا بقول أي إجراء ضريبي أو أي قانون المشرع اليوم بده يحط ضريبة بظل اليوم عدم نمو اقتصادي، بظل الوضع، بده يحسب، يعمل مثل شيء، يعمل sensitivity analysis، يعمل تحليل ما مدى تأثيره. يعني اليوم هل في تحليل ما مدى تأثيره على التأثير الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال على لبنان؟ هل هروب إيداعات، هل ممكن أن يؤثر هروب إيداعات أو عدم نمو؟ آخر نمو للإيداعات كان 4-5%، واللي كان قبله 6-7%. يعني تدفق رؤوس الأموال والإيداعات للقطاع المصرفي أكيد يوصل لـ4-4.5%. هل هناك تأثير بهذا الإجراء الضريبي على أنه هروب بعض الإيداعات؟ من الممكن ومن المحتمل جدا، قدي ما حدا بيعرف. بس هني يعني أخذوا هالقرار، قال أنه رح يتم على مدى 3 سنوات، 3 سنوات فقط، وبعد هالمدة تعود الضريبة إلى 7%. إن شاء الله من 3 سنوات، نحن بلبنان يمكن يصير 10-30 سنة، we don't know. بس 3 سنوات في إلى تأثير على القطاع المصرفي وعلى العدالة الضريبية. كمان نحن هون أنا كمواطن لبناني ما بيجوز اليوم، بتعرف في ستنا والمستمعين كلهم، يعني هيدا واقع اجتماعي، بيطلع حدا موظف بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام اللي ما عم بياخد معاش شهري، معاش تقاعدي، عم بياخد تعويضه، اخد 200 مليون ليرة مثلا أو 150 مليون ليرة، عم بيعيش من فوايدهم. طيب ما أنت عم بتزيد عم تاخد منه. يعني الهون اللي عم بينقال انه ما عم بطال هيدا النوع الضريبي الشرائح والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة عم بطاله، بس ما لا تساوي بين صغار المودعين وكبارهم. يعني هيدا كمان هيدا يعني نحن انطرح يمكن هيدا الموضوع، ونحن كخبراء اقتصاديين وماليين وكل الخبراء الاقتصاديين اقترح في عدم إمكانية بتطبيقه، لأنه ما في يفصل بالسرية المصرفية له هيدا ويطبقها على بعض الحسابات. نعم، رح ناخد مداخلة نحن وياك حضرة النقيب إلي عبود. مين معي؟ الله معك، صباح خير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. أنا جورج خوري. يا أهلا وسهلا، تفضل. ست نوال، بدي أقول لك شيء من أول حديث، اسم الله عم تجيبي ناس اختصاصيين بالمحاسبة وبالضرائب. أنا عم بحكي مع ما توغذيني مع ناس يمكن ما بيعرفوا بالمحاسبة، يلي طالعين على التقاعد وأخذوا تعويض، هالمعطر يلي معاش عنده ولا دخل إلا هالبيت المستأجره أو يمكن بيت بيملكه، بده يعيش
عم ياخذ فايده عليهم بالبنك كذا بالمية. هودي هن قوت عيشه، هذا هو التقاعد تبعه، يعني كان موظف بالقطاع الخاص او بالمؤسسات العامة اللي هي مثل القطاع الخاص. هذا جايين عم يفرضوا عليه مثل ما بلش الاستاذ يلي عم تحاضريه نائب اللي عبود نائب السابق لنقابة خبراء المحاسبة، شرفنا لنا الشرف ونحن عم نطرحها هيدي بين داي، وكمان للاستاذ اسمر كمان خليه لانه ما حدا عم يحكي الموضوع. بلشوا 2% 5% 7 واخذين مجدهم بهالموضوع، واليوم بدها تصير 10. لمن مين عم ياخذوها؟ من الملياردير مثله مثل يلي مجمع 100 مليون او 30 مليون عم ياخذ من فايدتهم كذا بالمية، ما راح اقول قديش، يمكن 200 الف يمكن 300 الف. تنزل الشيم بيقولوا، هذا عيب، هذا عيب لا يجوز ابدا. في اخلاق بقى، بطل الموضوع موضوع عادي يعني. نعم. وعم بحكي عنهم انا هن كتار. نعم. ومعظمهم اوادم. يعني لازم يكون في فصل بهالإطار بين صغار المودعين وكبارهم، يعني في ناس عندها المليارات وفي ناس عم بتعيش من نعم هالفايدة هيدي اللي عم تاخدها من المصرف. نعم، هيدي صرخة عندك ست نواز. شكرا لك. بأذان المعنيين اليوم كمان رح نحاول نتصل بالمعنيين طبعا من نواب موجودين بلجنة المال والموازنة، يعني ما معقولة يوافقوا على هالشي؟ طبعا هلأ الموازنة رح تروح على مجلس النواب وتتناقش هونيك، فإذا خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ يعطيك العافية مدام، أهلا وسهلا. معك مواطن متضرر من الدولة كلها، ببلاد برا بياخدوا ضرائب من العمال ومن الموظفين وهيك، بس نسبتها ما بتكون اعلى من الملياردير مثلا او صاحب العمل او صاحب المؤسسة الكبيرة. يعني هي بالعكس عندنا، نحن بالعكس هون بدنا بالعكس برا كليا بكل شيء. يعني عندنا مثلا اوكي انا مستعد ادفع 30% من معاشي، بس لاقي خدمات، لاقي مدارس مثل العالم، مثل دول برا يعني، مثل بعض هذيك الدول مثل سوريا. يعني سوريا الطبيب ببلاش، التعليم مجاني إجباري بلاش، المي بالحنفية بتنشرب، كهرباء ما في مولدات. هاي بسوريا عم بحكيك، ما بدي أحكيك بألمانيا وبأمريكا وما بعرف شو. هاي جارتنا اللي نحن ما بدنا نحكي معها، هيك بيعملوا عندهم. هاي الدولة اللي نحن من قدم متخلفة هيك بيعملوا عندهم مدام. هاي الدولة تعيتهم. نحن عنا هون في حرامية هن متحكمين بالدولة، يعني مستحيل انت، يعني حال الحرامي هو ذاته القاضي، يعني ما بيقدر يحبس حاله. يعني كيف يحبس حاله؟ كيف بيحط على حاله ضرائب؟ كيف بده يحط على حاله انه هو يدفع ضريبة من لا عمواله؟ يعني ما بتزبط. فمشان هيك ضربك يحطوا رؤساء ووزراء وزعماء وما بعرف شو، ما لازم يكون اصحاب الاموال، لازم يكون طبع الفقير هون. نعم. أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك. يعني الضريبة تقع على المودعين كما على المصارف نائب عبود. على المصارف ما لح تتأثر المصارف. كيف؟ خلينا نسمع الخبير المصرفي مروان مخيل. صباح الخير. صباح النور. اليوم يعني رفع الضريبة على الفوائد الودائع من 7 إلى 10% طبعا ما بتتأثر في المصارف؟ ليكي، ما هي المشكلة مش إنه وضعت بس على الودائع، هي بتنوضع كل حدا بياخد فوائد على شو عامل هو وديعة أو عامل يعني مثل investment بشي محل استثمار بالأوراق المالية. يعني المصارف هني عاشرين مثلا سندات خزينة للدولة بالليرة، رح يدفعوا على اللي عم بيجيهم فوائد عن سندات الخزينة، رح يدفعوا ليون كانوا يدفعوا 7%، رح يدفعوا 10%. يعني من هالناحية الكل عم بيدفع، يعني المصارف كمان عم يدفعوا على كل الودايا اللي هن عاملين على مصرف لبنان اللي عم ياخدوا عليها فوائد، وعم بيدفع والمودعين بالمصارف عم بيدفع. نعم. من هالناحية المصارف صارت عم تدفع ما فوق 40% ضريبة، لأنه عم تدفع ضريبة على 17% هيدي على الأرباح تبعها، وعم تدفع ضريبة ما بتحسبها من الأرباح. قبل كانوا يحسبوها من الأرباح، إنه كل شيء بيدفعوه على الفوائد اللي هني عم بيقبضوها عم يرجعوا يحسموها من الأرباح تبعهم، يدفعوا ضريبة 17%. هلأ صارت لا، بسنة الماضي أو من سنة ونص عملوها إنه مجبورين يدفعوا على 2، بقى صاروا عم يدفعوا المصارف أكثر من 40%
من أرباحهم للدولة بالمية كنسبة. هيدي من ناحية. هلا تأثيرها أكيد هي على طول الضريبة تأثيرها أنه بدها تقلل من القدرة الشرائية تبع المواطن إلى حد ما. هلا أنا كنت سمعت حدا من المتصلين عم بيقول إنه المودعين الصغار مشكلة بالتفرقة، صعب التفرقة ليه؟ يعني إذا نقول المودعين الصغار ما بتطالبهم ضريبة، المودعين الكبار بتطالبهم ضريبة، ما المودع الكبير صار فيه قسم الوديع تبعه يفتح 20 حساب، يعني بصير أصعب تقدري، بس ما بياخد فايدة مثل ما بياخد فايدة لما بينوضع بحساب واحد، يعني الفايدة بترتفع أكثر. ما هي ما فيك تعرفي، لأنه هيدا المودع إذا كان كبير وكل حسابات بيفتح 50 حساب، إلا إذا بدك تقولي إذا كل حسابات باسم واحد ولا باسم مين، يعني طريقة الإدارة الموضوع بتصير أصعب ومعقدة أكثر. طيب هل صحيح ستضعف الزيادة قدرة البنوك؟ لا، أنا بنظري إليكي إذا الدولة تعمل كل هالإجراءات اللي مفروض تعملها، إجراءات على صعيد النفقات، تعمل كل الإصلاحات المفروض تعملها وعلى صعيد الإيرادات، ما في مشكلة، لأنه بالنتيجة المهم البلد يقدر يوقف على إجراء. يعني إذا المصارف لو هلأ عم تدفع بس الدولة عملت الإصلاحات المفروض تعملها، بيتحسن ائتمان إذا بدك الريتنج تبع الدولة، بيتحسن ساعتها بترجع بتنخفض الفوائد. ما هي هون اللي بدنا إياه يصير، ترجع العالم تقدر تتدين ويرجع البلد ينتعش اقتصاديا، لأنه بهالفوائد العالية الشركات ما قادرة تتدين، خلينا نكون واقعيين. فإذا الاقتصاد هلا نحن بموقع الاقتصاد مكربج، الاقتصاد فك هذا الكربج تبع الاقتصاد، بدها الدولة تعمل إصلاحات، بدها تخفض العجز بموازنتها. هيدا كان هيدا عم يدرسوا، هلا بيجتمعوا كل يوم بمجلس وعم بيحاولوا يخفضوا العجز، هل رح ينجحوا؟ ما كل قرار عم بيواكبوا نزلي على الشارع، واليوم يعني كمان حتى المصارف يعني حذرت من الزيادة المقترحة وقالت ستضعف قدرة البنوك وممكن تهشل ودائع القطاع الخاص وتهرب طبعا الودائع المغتربين الموجودة بلبنان. يعني كمان ترسم كتير من علامات الاستفهام، كل بند بتبحثه أو بيبحثه مجلس الوزراء في عنده تداعيات، لأنه ما عم بيندرس بجوهره شو تداعياته، يعني حسب ما عم بيقول كمان ضيفنا. أنا برأيي مش نقيب. هو لأن وصلنا لوقت هلأ الدولة مجبورة تعمل الأشياء اللي كنا عم نقول عم نبعد هالكأس عنا قبل، هلأ الدولة ما وقف فيها، وصلت لوقت محصورة، مجبورة تعمل كل الإصلاحات، صارت وقت مجبورة تخفض النفقات تبعها بشكل كتير كبير. والمشكلة إنه ما فيك العالم مثلا بتقول ما بدي خفض من المعيشات، ما بدي خفض من المخصصات، بالنتيجة بدي تخفض من محل، لازم يتخفض من الجيوب اللي هن. لحظة في القبض هيدي بالإيرادات، عم بقول بالنفقات. نعم. النفقات عندنا ضخمة. هلا وين ضخمة؟ أنا بقول لك هو كان الحل الأمثل. نعم. أكيد إنه أنا عندي خمس نفق، يعني هلا هي عطول يزعلوا مني الأساتذة، أنا عندي مين الأساتذة بيزعل منك كمان النقيب معنا يعني؟ لا ذلك، لأنه أنا عندي 55,000 أستاذ بالدولة بتدفع له. نعم. بالمدارس الحكومية. طب أنا مني بحاجة ل 55,000 أستاذ. لازم يصير في إصلاح بالبداية يعني. كل الدراسات أنا بعطي معيشات أكثر، بس خلينا يكونوا 25,000. ما هي هون القصة، أنا عندي 6-7 تلاميذ لكل أستاذ المدارس الحكومية. يعني والمستوى، أنا مشكلتي مع الدولة عم تقبض مصاري كان من الأغنياء ولا من الفقراء ولا من مين ما كان، وإلى هيدي مواطن قبل، بس ما عم تقدم الخدمات المفروض تقدمها. أنا ما بتعطي، ما عندي تعليم رسمي، الدولة ليك سخرية الأمور، الدولة بتدفع للأساتذة تبعها بالتعليم الرسمي، بتدفع لهم منح مدرسية تعلموا أولادهم بالمدارس. يعني هيدي حكينا عنها كتير، نحن اليوم عم نحكي عن القطاع المصرفي، بس سؤال أخير قبل ما، هل تتجه أو ستتجه المصارف إلى خفض الفوائد؟ لأنه الفوائد مرتفعة اليوم، وفي حديث أنه ممكن تتجه المصارف إلى خفض معدلات الفوائد على الودائع المصرفية بعد ظهور مؤشرات إيجابية يعني اليوم من قبل اللي عم بيصير بمجلس الوزراء. هل في هي مش المصارف بتقرر تخفض ولا المصارف السوق بتقرر. هو السوق هو هيدا المخاطر، بس السوق هلأ بيسمح ب هلأ بهالوقت دغري؟ لا، يمكن ما تتبين، ما تتظهر الموازنة. نعم. بالنتيجة يعني بس مجلس الوزراء يقر موازنة وتكون موازنة فيها تخفيض لنسبة العجز بشكل واضح وصريح، يعني نرجع ننزل لتحت 8% من الناتج المحلي بنسبة العجز، ساعتها هون بتبلش
بين واذا اقرض مجلس النواب هون ايه بيرتاح السوق، ببلش يفت لنا مصاري من ساد، ببلشوا المستثمرين. هي كلها قصه ثقه، بدك تعيد الثقه. نحن فاقدين الثقه المستثمرين بالبلد، كيف بدنا نعيد الثقه؟ هالموضوع هذا عند بالموازنه هو طرح اساسي للمستثمرين الاجانب لنقدر نحن نعيد الثقه. شكرا لك الخبير المصري في مروان وخايل. بدي استفسر معك اليوم نقيب حول هالموضوع بالذات، لانه شاغل الراي العام هو قصه الفوائد على المودعين بالبلد. يعني هل صحيح أنه زيادة المقترحة مثل ما سألنا ضيفنا ستضعف البنوك، ستؤثر على تدفقات رؤوس الأموال، ستعرقل النمو، شو عم بيعملوا؟ أنا ما بدي استبقل، بس أكيد في تأثير، من الممكن أن يكون هناك تأثير سلبي على البنوك، لكن أنا بدي وافق الاستشارة أنه ضيف اللي طلع معنا مروان مخايل أنه في ازدواجية ضريبة، يعني اللي صارت بالقانون المصارف عم تدفع على استثماراتها بسندات الخزينة كانت تنخصم قبل، لأنه عم ترجع تدفع على أرباحها اللي من ضمن إيرادات هذه الاستثمارات بسندات الخزينة عم ترجع تدفع تاني مرة. اللي بدي أقول في مشكلة بالبلد أن الفوائد مرتفع، عجلة الاقتصاد هيدا عم بيعيق الاستثمار، عم بيعيق الاستثمار. اليوم ما حدا، اليوم المصارف كل الشركات التجارية اليوم اللي أخذ أوفردرافت تسهيلات ائتمانية فاتح أوفردرافت بالبنك، كانوا عم اخذ 8 و9% عم بيزيدوا ل 10 و11%. تصوري اذا انت عندك عم تاخذي تسهيلات ائتمانيه نتيجه الكاش فلو التدفقات النقديه الدوره اللي عندك عم بتقومي فيها كشركه كمنشاه، ستي عم تدفعي 10 11%. طب بيحدد السوق، طب شو لازم اذا بدك تجي وما في قروض مدعومه، يعني اليوم ما عادش في استثمار اي صناعي بده ياخذ قرض مدعوم، ما في يجي اليوم يحسن انتاجيته، يجيب يعمل معمل جديد، يحسن بالمعمل، يجيب مكانات جديدة أو آليات جديدة، هيدا كله اليوم وقف العجلة الاقتصادية. حتى المصارف اليوم بيعمل استثمارات كله بسندات الخزينة. طيب شو دور المصارف برأيك اليوم؟ طلع سيد حسن نصر الله هيك ويعني حمل المصارف مسؤولية بإنقاذ أنا البلد. أنا ما بدي حمل، كلنا بدنا نتحمل المسؤولية. اليوم مجلس وزراء وجيد اليوم، اليوم عم بيقول اليوم في نفقات بدي احطها على الطاولة، في نفقات أنا بدي أقول تقشفية، بدي أقول بدي رشد الإنفاق. نعم. بدي يكون الإنفاق الغير مجدي وقفه، وهذا بده وقت. في إشياء إجراءات بتتاخد بهذه الموازنة، بس في إجراءات غيرها بده وقت بهذا الموضوع. أكيد المصارف مثل أي قطاعات أكيد في عندها مسؤولية، حققت أرباح كبيرة بفترات وطائلة، واليوم بالسواب اللي صار بال 2018 بين اللبناني والدولار من مصرف لبنان تمويل المصارف، حققوا أرباح كبيرة بهذا الموضوع. اليوم في سياسة بدها تكون متكاملة بين جمعية المصارف ومصرف لبنان والسلطة التنفيذية برسم سياسة اقتصادية ومالية وضرائبية مشتركة، وأنا مسؤول عن كلامي أنه اليوم ما فينا نضل الفوائد. أكيد بكل المنطقة الفوائد طلعت، بكل المنطقة الفوائد طلعت والإيداعات، بس كمان ما فينا اليوم سبريد هيدا نسبة الهامش. أنا عم باخد يعني كل مستثمر اليوم إذا عم بياخد عنده رؤوس أموال ولا بقول باخد 12% و10% ولا شو رأي أعمل، روح أعمل أي استثمار. بدي كده تنزل الفوائد على الودائع، بدها تنزل، وأكيد في تسهيلات بدها تنعطى وفي قروض مدعومة لازم تنعطى. طيب الفوائد على أموال المودعين بالمصارف هي الأدنى بكل بلدان العالم بلبنان، لأن الفوائد الضريبة، الضريبة على الفوائد، الضريبة هذا اللي عم بقوله ستنا. من هون بدنا، ويمكن بعض المصارف، وأنا مدقق لحسابات بعض المصارف، يمكن بعض المصارف ما يعجبون هذا الحكي. اليوم نحن صار الوقت لنحط على الطاولة كل شيء، لا لنحط على الطاولة ينبحث جديا ضمن سياسة اقتصادية ضرائبية واضحة هاتفة، رفع السرية المصرفية. اليوم وقت اللي طلع قانون التبادل التلقائي للمعلومات الضرائبية، صار كل مودع بلبنان وهو غير مقيم، أكان لبناني أم أجنبي، صار تنكشفت حساباته بلبنان. نعم. فكان بالحال السرية المصرفية بعدها على حسابات اللبنانيين اللي قاعدين بلبنان، إقامتهم بلبنان. وبالتالي اليوم قانون الضريبة الموحدة اللي بيقول كل إيراداتك من ضمن الفوائد، يعني أنا عندي فوائد عم بيجيني 20 مليون ليرة بالسنة، وفي فوائد عم بيجي يمكن 10 ملايين دولار بالسنة،
هذه بتطلع على الشطور مثل غيرها بالعدالة الضريبية، بعدها نسبيا منخفضة لحتى نقول نحكي بالمنطق، لأنه بكل دول العالم هذه بتدخل بالوعاء الضريبي بالإيرادات اللي بتجي حسب الشطور. في اتصال ناخده سوا، مين معنا؟ محمد فحيلي معك. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل. إذا الحديث عن الضريبة على الفوائد اللي بيخدها المودع عن حسابات الإدخار تبعته، عم نخلط اشياء كتير ببعضها. اليوم انا الخطة يعني بتوقيف الهدر وتوقيف الفساد، هذا له طابع مستدام وبيحسن من قدرة الدولة على المدى الطويل، بس السياسة اللي اقترحته الدولة برفع الضريبة من 7-10% على المودعين، بس انا عم بحكي على المودعين، تأثيرها منه قوي كتير بشكل انه بيعمل خضة اقتصادية، لانه اذا بنرجع على وراء وقت طلعت من 5-7 ما كان فيها لا تأثير ابدا، ما نكبر القصة اكتر ما بتستاهل. هلا الدولة مغلطة باللجوء لهالاجراء هيدا تتحسن قدرتها على جبية الضرائب، صح 100%، عندها حالات تانية صح 100%، حلت هالموضوع هيدا. اليوم الدولة فيها تقول اذا انت بدك تصمد مصاري يا مودع يا شريف حتى تغذي التقاعد تبعك، لأنه معنا سياسة تقاعدية جيدة، ما حدفعك ولا فرنك ضريبة عليها بغض النظر دي عم بتصمد. إذا أنت بدك تصمد بس لأنه هلأ عندك أكسترا وتحتى تصرفهم بعدين، لا بدك تدفع ضريبة وبدي زيد على الفوائد اللي عم تقبضها، لأنه أنت اللي بيقبض $5,000 فوائد شهرياً التأثير عليه هو $100 فقط، اللي هو 2% الأكسترا أو 3% الأكسترا، يعني 100 وشوي دولار، يعني ما نزيد الأمور أكثر من اللازم. عم نزيدها عم نزيدها نقيب. النقيب معه حق بالسياسات الاقتصادية الأصلاح وكل هدول، وبعدين اليوم هذا بيسموه نوع من الكابيتال جين. الضريبة على الكابيتال جين ما بينزل بشطور، بينزل حبة واحدة على المبلغ اللي أنت ربحته، وهذا ربح. يعني اليوم نحن والنقيب معه حق وقت قال انه اليوم المستثمر اذا عنده شوية مصاري بحطها ب 12% و13% لان الفوائد عالية احسن ما يروح يستثمرها بالاقتصاد، هذا كله ما قاله دخل بالضريبة على الودائع. يعني ما نخلط الامور ببعضها بالنسبة لهالموضوع هيدا. يعني ونحن اليوم بس انا كمودع صغيرة يعني كمان عندي يعني حساب بالمصرف وعم بعتاش منه، اكيد بأثر علي. يعني ما فينا نحكي بيسه التأثير منه كبير على الناس، تأثير كبير على الناس. يعني المعطرين اللي عم بيعيشوا من الفوائد. صحيح، بس بدي علق. اذا انت عم تقبضي $100 تأثيره أقل، بس انا اللي عم اقول الدولة كان لازم تطرحها من باب اذا انت عم بتصمد تتغذي التقاعد تبعك ما حدفعك ولا فرنك ضريبة، بس اذا انت وفيك تشيله من الدخل تبعك اللي بيخضع لضريبة الدخل، بس اذا انت عم بتصمد فزلك وعندك اكسترا لا بدي دفعك ضريبة اكسترا. يعني السياسة اللي عم تعتمدها الدولة ترقيع والبنادول، مش عم بتعالج المصيبة اللي وقعت. هيدي اللي بدنا نركز اليوم عليها مع ضيفنا. طبعا يعني اليوم ما عم بيكون في دراسات كافية ووافية لكل القرارات اللي عم تاخذها الدولة. يعني عم تاخذ الدولة، يعني مجلس الوزراء ممثل بمجلس الوزراء اليوم اللي عم يدرس قانون الموازنة. على سبيل المثال للحصر، وقت اللي زادوا ضريبة الدخل من على شركات الأموال من 15-17 تمام، كانوا متوقعين. طيب ببلد ما في نمو، ببلد ما في نمو بالاقتصاد، ببلد ما في نمو بالاقتصاد، الشركات ما عم تنمى، عم تنزل أرباحها، بالنتيجة عم بتزيدي الأرباح الكلفة عليها، يعني الضريبة عليها. بالعكس بكل دول العالم تنزيل الضرائب، يعني كان عندنا بلبنان أيام الشهيد رفيق الحريري كان 25% نزل ل15%. بكل دول العالم بتنزلي الضريبة بتحفزي بتزيدي عجلة الاقتصاد، يمكن تجيبي إيرادات أكتر إذا نزلتي الضريبة، وإذا نزل هامش الضريبة كمان نسبة بتشجعي المكتومين كمان يجي يروح يصرح. يعني ما بيكون في لا جدوى اقتصادية ولا يعني اجتماعية ولا شيء لكل القرارات اللي عم تتاخد برأيك بجلسة مجلس الوزراء بإدخال الموازنة. أنا بقول حان الوقت لطائف اقتصادي وضرائبي. يعني اليوم ما فينا كمان إجراءات، يعني نقابات المهن الحرة اليوم، اتحاد العمال العام، في نقابة المحامين، نقابة خبراء المحاسبة، لازم يتخذ رأيهم بهذا الموضوع. نحن حتى جمعية المصارف نحن لم يخذ جمعية المصارف، يعني نحن في بروتوكول تعاون بين نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة للمساعدة بالتشريع الضريبي، كنا نحضر بعض ليش مستغيبينهم برأيك؟ مستغيبينهم، غيبوهم. أنا بقولك بكل صراحة في غيبون وغيبوا حالهم أو الاثنين معا، وهذا خطير جدا. مشان هيك بشوف الناس عم تنزل على الشارع. نقابات المهن الحرة هي الأساس عصب الحياة الوطنية، أنا بقول، وخاصة
نقيب المحامي، وهذا قلته أنا نقيب المحامين الحالي صديقنا، أنه كمان رفع الضريبة من 21 ل 25 على أرباح المهن الصناعية والتجارية والمهنية، يعني اليوم اللي عم بيصرح والهي الأبر ميدل كلاس هذا بيزيد التهرب الضريبي، طبقة المتوسطة يعني اللي عم بيصرح مزبوط وفوق ال 150 ألف دولار صار بيدفع من 21 ل 25، بينما بكل دول العالم بيعملوا تحفيزات ضريبية وبينزلوا فيه. ناخذ اتصال وبعدين الباحث بالدولية للمعلومات محمد شمس الدين، مين معي؟ الباحث في الدولية للمعلومات أستاذ محمد شمس الدين، صباح الخير. صباح الخير لإلي، صباح الخير للنقيب. صباح الخير سيدي. يعني اليوم لما منزيد يعني الضريبة على أرباح المودعين بالمصارف اليوم شو بنكون عم نعمل؟ عم نزيد يعني أموال اليوم بالخزينة اللبنانية، عم يرضى عنا الدول المانحة في الخارج بموضوع صدر. نعم. خليني أقول شغلة، اليوم الدولة من خلال دراسة الموازنة عم تسعى لزيادة الإيرادات، بس عم تسعى بطريقة غلط مش بطريقة صحيحة. من الأمور الغلط هي زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية. اليوم مثل ما نعرف نحن حجم الودائع الموجودة في المصارف هي وصلت تحدود 180 مليار دولار. المصارف عم تقول عم تدفع بالسنة فوائد 15-16 ألف مليار. نعم. يعني إذا رفضها من 7-10% ممكن نحصل 1600 مليار ليرة، يعني ما يوازي مليار مليار و100 مليون دولار، في حين أنه الدولة تتوقع رفعها من 7-10 بأمن 2500، ما بعرف كيف بده يجيبوا هذا المبلغ، في هون تناقض بالأرقام. إذا نأخذ نحن الفوائد عم تدفع المصارف 10% اللي هو 16000 مش 2500، يعني الفرق عم نحكي عن 900 مليار يعني 600 مليون دولار. وين هيدي الضريبة مشكلتها؟ أول شيء ما في مش لازم نحكي عن هروب ودائع عليه، لأنه اليوم نحن مستوى الفوائد بلبنان هو 12%، فإذا نحن كنا عم نفرض ضريبة 7% هذا بيعني أنه مستوى الفوائد بينخفض من 12-11%. إذا نحن رفعنا الضريبة على الفوائد من عم ينقطع الخط بيننا. نعم بدك تحسن موقعك أستاذ محمد. نعم الهيئة غاب الخط. نعم عم بيروح ويجي الصوت، يعني مش عم بيكون واضح على الهواء. نعم تفضل، بس يا ريت نختم تفضل. فعمليا إذا خفضنا إذا رفعنا الفائدة من 7-10% بيصير الفائدة الصافية اللي عم يقبضها المودع هي 10.8%، يعني منا كتير، وبالتالي هذا إذا عم تقبضي بلبنان 10.8% برا الفوائد هو 2-3%، يعني بعد في هامش 7% بخلي المودع يخلي وديعته بلبنان. إذا تقلص الفارق إلى 2% بلك ساعات تفضل تحط. شكرا لك لأنه الصوت مش واضح، خلينا ناخذ فويس مسج بعدين منتابع. صباح الخير ست نوار، صباح الخير لديو فيك. يا عمي بدي اسأل سؤال، لو بياخذوا من كل سوري 1000 ليرة بفكوا العجز ولا بس شاطرين علينا؟ وشكرا. شو تعليقك نائب؟ والله هذا اللي بدي اقوله ستنا بهذا الموضوع، تنظيم العماله، وهون بدعي وزير العمل ووزير الماليه يتحملوا مسؤوليتهم بهذا الموضوع. يعني اليوم في عماله، ونحن عم نشوف يمكن ببعض الشركات في عماله سوريه ما في وعم تشتغل بكل القطاعات. اليوم حتى اكثر من هيك، وقت اللي تم وضع التعرفه للمطارات، انا بدي اسال، عم نحكي عن الإجراءات وهلأ سلي إجراءات لتحفيز الالتزام الضريبي والجباية الضريبية. طب يا أخي مش معروفين هدول، ما برموا عليهم وزارة الطاقة، ما التبادل التلقاء. أنا بدعي معالي وزير المالية اللي بعرف أنه هو حريص يطلب من وزير الطاقة، من وزارة الطاقة، كل هالمطارات هدول شركات خاصة، مزبوط، هو أشخاص هدول ما حدا عم بيصرح منهم يمكن، أو إذا 1% عم بيصرح منهم، هذه شركة خاصة، هذه مثلا ما عم بيدفع ضريبة. نعم اليوم هل الحكومة بالإجراءات والآليات اللي عم تاخدها عم بتلبي الحاجة الأولى اللي مطلوبة منها، يعني من الجهات المانحة من صدر؟ يعني اليوم عم تاخد عم تحاول تاخد إجراءات لحتى تلبي تحصل على 11 مليار اليوم، هل عم تقدر تقوم يعني بالإجراءات اللازمة بالآليات الصحيحة برأيك؟ بتعرفي ستنا، نحن أنا كمواطن لبناني
ويعني ضليع بالأمور المالية العامة والاقتصادية، وشايفين وين الخطر الداهم المحدق بلبنان وباقتصاده وبماليته العامة وبالعجز المضطرد والانفلاش والزيادة المضطردة بالمصاريف وعدم كفاية الجهود لتحصيل الجباية الضريبية. اليوم مش قصة سادر، نحن اللي قلته أنا قلته من كنت على الـ بي سي من 6 أشهر، إنه نحن بحاجة لحكومة طوارئ اقتصادية مش وضع موازنة، هي لخطة خمسية، هي وهذا المطلوب من كل الهيئات الدولية، خطة خمسية تقولي شو هي الإجراءات اللي عندي مع إصلاحات بنيوية في الاقتصاد وتحفيز الإنتاج ووضع موازنة لخمس سنوات، ومن ضمنها تنزيل هذا نسبة العجز بالمالية العامة، يعني بالخسائر اللي عم نتكبدها سنويا، الفارق بين الإيرادات والنفقات اللي صار 6 مليارات دولار، والهلأ بكل الموازنة عم بينعمل ما شفت تخفيض إلا نصف مليار دولار إذا, 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 إذا أصاب، يعني مثلا حاطين بالموازنة بخارج الموازنة 1700 مليار للكهرباء، كان هذيك السنة 2100 2100 مليار، انصرف 2450 مليار، يعني المتوقع 2018 بس تطلع ما يقارب 2800 مليار. يعني اليوم حتى الأرقام بتقديراتها في 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 بعض علامات الاستفهام. إذا نحن اليوم الخطة الواضحة بدها تكون لتخفيض النفقات بشكل على خطة 5 سنوات، وهذا اللي قالوا، يعني أنا عطول ذكرت سيرا اليوم اجت مع الـ IMF، قالوا مع صندوق النقد الدولي عملوا خطة واضحة طويلة، خطة واضحة المعالم لخمس سنوات، وقالوا بدنا ننزل كل سنة نسبة 1%، يعني عم بينزلوها لل 2023 من 9% العجز ل 3% من الناتج القومي الإجمالي. نحن بلبنان كانت 9 عبنا بموازنة 2018 صارت 11، يعني بدل ما ننزل ما في موازنة، ما في موازنة اليوم. إذن اللي عم بيصير مش إنه يعني خطة معروفة محكمة مدروسة ترقيعات، خطة معروفة محكمة ومشاركة كل المعنيين فيها من قطاعات الإنتاج والاتحاد العمال العامة والنقابات المهنية. هذه مثل ما قال حضرات الخبراء الأستاذ اللي طلع معي، إنه اليوم كمان هذه كل عم بتصير عملية، سوري بحستعمل كلمة ترقيع، يعني أوكي في بعض الإجراءات جيدة وضع النفقة بس لا تعالج هذه الأمور. نحن صرنا بأيار عم نناقش هلا موازنة 2019. اليوم عم بي يعني يحاولوا انه يوضعوا مشروع قانون للتهرب الضريبي، تعريف اليوم توزعت مجلس الوزراء تعريف التهرب الضريبي، وهون إلي حديث بهذا الموضوع لأنه بس خلينا ناخد قبل ما نحكي نحن وياك عن الحديث مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. صباح الخير. صباح النور، بحييك وبحيي ضيفك الصديق. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. كاتحاد عمالي عام، يعني في بيان وزاري يعني نحن سمعناه وسمعوه المواطنين وتعهدت فيه الدولة تجاه المواطنين والنواب، يعني وأخذت التزامات على حالة. هل اليوم اللي عم بيصير داخل جلسات مجلس الوزراء بموضوع إقرار موازنة 2019 ما تعهدت فيه الحكومة تجاه المواطنين؟ خرق لها التعهدات. أنا بضم صوتي لصوت النقيب لأقول أنه ما في أي خطة واضحة المعالم، خطة للنهوض الاقتصادي لتحفيز الإنتاج. كل اللي عم نعمله حفلة ترقيع، وعم نجرب أنه نستسهل وين الطريقة اللي بنقدر فيها ناخد مصاري بسرعة، وهي عبر ما يسمى أنه القطاع العام، ترشيق القطاع العام. ما في شك انه الامور يعني بدها درس اكثر وبدها حوار اكثر وحوار مع كل القطاعات، وسبق وطرحنا هالموضوع بزيارتنا مع فخامه رئيس الجمهوريه انه يكون في حوار مع القطاعات، لانه اذا بدنا نعمل موازنه اصلاحيه مفترض انه نستشير هالقطاعات كلها حتى تاتي الموازنه بالمكان الصحيح. اما ما يجري فهو ترقيع بترقيع، وأنا أتمنى أن يؤدي إلى شيء. يعني منلاقي جلسة طويلة عريضة 5-6 ساعات ونظهر منعلن عن إعلان بسيط مثلا،
بأحجام معينة من حجم أنه بخفض المنح المدرسية 15%. هل المنح المدرسية هي اللي أدت مثلا إلى خراب الواقع الاقتصادي؟ ما رحت مثلا نهار سمعت درسنا وضع الكسارات والمرامل اللي نهشت لبنان وروحت جبال وكلها سوا لتحميل هالناس جزء من هالمسؤولية؟ ما شفت حدا مثلا طرح واقع الأملاك البحرية. يعني وشي معيب أن يكون البند اللي بيختص بالأملاك البحرية بيطلع 100 مليار ليرة، يعني 70 مليون دولار حق بناية ببيروت. ما شفت شيء على إعادة تقييم الأملاك البحرية، أملاك بحرية معتدى عليها. من شفت ناس بتهجم على النقل المشترك، الموظفين بالنقل المشترك وبالسكة الحديد بيطلعوا لهم 200 موظف، بدل ما شيل الاعتداءات عن أملاك النقل المشترك وعن أملاك السكة، شركات طويلة عريضة ترخص لها بمجلس الوزراء لتعتدي على الأملاك سكة الحديد. طيب اليوم عم بياخدوا هالخطوات سكة الحديد وبقول في 9 موظف وهي فيها 9 موظفين. نعم، يعني هالخطوات اللي عم تتخذ دكتور بشار الأسمر هن لا يفرجوا عن تمويل بقيمة 11 مليار دولار تعهدوا فيه. أنا مع خطوات المانحين، يعني هل رح يحصلوا على هالشيء؟ هيدا السؤال. أنا مع خطوات سليمة، مثلا في طروحات طرحها الوزير منصور بطيش نتوقف عندها باحترام وندعو إلى مناقشتها، بيناتها جملة أمور طرحها النائب، عرفت مني؟ شكرا. بقى هي تحفز الإنتاج بمكان ما وتدعو إلى ضريبة تصاعدية وضريبة موحدة، يعني يكون في ضريبة تصاعدية على كل الناس. شكرا. موحدة على كل الناس. شكرا لك دكتور بشار الأسمر رئيس الاتحاد العمال العام. اليوم التعريف للتهرب الضريبي شو رح يصير بهالإطار؟ بس أسئلة سريعة لأن عنا شوية هو التهرب الضريبي موجود بالمادة 10 بقانون الإجراءات الضريبية. شو عم يدرسوا بمجلس الوزراء؟ صار في اتصال يعني بينك وبين وزير الاتصالات بهالخصوص؟ نعم، بهذا الموضوع، وأنا رح نقدم له ملاحظاتنا اليوم في عملية تحديد توسيع التهرب الضريبي. يعني وهذا جيد التعريف، بس لكن في ثغرات فيه اللي هي سوء استعماله من قبل وتطرب باستعماله من سوء نية أو عدم سوء نية، لعدم وجود العناصر المكونة للغش وتحديدا العمل الإرادي المتعمد. يعني بده ينحط أنه ما في يقول أنا كمان هذه المصاريف، إذا وجود مصاريف وهمية عم بيعتبرها وهمية. يمكن في مصاريف مثلا بشركة لا عم بتكون للسفر، بدك تفوتي بديبيت لا مثل ما فتوا بقانون التجارة قانون التجارة بموضوع آخر، وبالتالي بده يكون محدد العناصر المكونة للغش واللي هي العمل الإرادي المتعمد الهادف إلى التهرب من الضريبة أو بدي مرة عن قانون التجارة الجديد. نعم. اليوم في ثغرات وبطالكم بتروحوا على الحبوسة، كيف رح تواجهوا هالأمر بجواب سريع؟ نحن للأسف في غيبوا النقابة باللجنة الإدارة والعدل، ما عم بغيبوا المعنيين أو غيبت حالة أو الاثنين معا، وهذا الأخطر. نحن هلأ مع النقيب الحالي لاقتراح هذه، وصار في عدة لقاءات مع عدد من النواب. للأسف في مواد عم بتحمل خبير المحاسبة مسؤولية مع مجلس الإدارة عند إفلاس الشركة أنه هو يتم الحجز على أمواله، مع أنه إذا عامل واجباته ولا يوجد أي خطأ مهني جسيم أو لم يتواطأ مع مجلس الإدارة بالتلاعب بالبيانات المالية. كمان في مسؤولية كمان حكمية محطوط أنه إذا في حال توزيع أرباح وهمية أنه في مسؤولية حكمية على ما قالوا. نعم. الأرباح الوهمية إذا في بيانات مالية مدققة، وإذا البيانات المالية المدققة مغشوشة بفوت بالحبس لحتى برهن العكس. لا، لازم تبرهن أنه أنا في عمل متعمد من قبل مدقق الحسابات ولم يكتشف الغش في البيانات المالية. خلينا ناخذ فويس مسج. ولا دولة في عامل ما بيدفع ضريبة الدخل. هلا نحن عنا يعني كمية من الناس بلبنان مش محصية، يعني اللي بيقول في مليون أو مليون ومئتين ألف أجنبي بلبنان بيكون غلط، ينزل على الدورة يأخذ عينة أماكن الشعبية محل ما بيستأجروا، بدنا ضريبة الدخل عليهم. إذا هو ما بيقدر يدفع بيدفع رب العمل، ساعتها بتروح هيدي على الكيس تبع العمال اللبنانية، لما واحد يأخذ محلي على لي يدفع عني. نعم، يعني هذا صار موضوع مطروح. نعم، مطروح كتير. يعطيكم العافية. بقلي القطاع الخاص طالع براسه كل شيء،
اللي بياخدوه بالقوة واللي بياخدوه لما بيتقاعدوا، مين رح يحكي فينا؟ رح نختم. المشكلة الاقتصادية والمالية ما بتنحل اليوم نقيب إذا خفضت المصارف الفائدة على الدين العام، ولا بزيادة ضريبة على فوائد المودعين، ولا باقتطاع بعض تعويضات التقاعد. المشكلة أكبر وأعمق بكتير من كل الإجراءات الملحوظة اللي عم تصير على طاولة مجلس الوزراء. لازم يصارحوا الرأي العام بالوضع اللي نحن عايشينه اليوم. طلع حاكم مصرف لبنان وقال انه ماشي الحال اليوم، قادرين نحن بلبنان انه نمشي بطريق سليم، يعني ما لازم يخافوا الناس، وتخويف الناس غير مبرر. هيدا بالنسبة للمصارف، بس لازم اليوم يعني الدولة تطلع أو الوزراء ومجلس يطلعوا يوضحوا للرأي العام شو عم بيصير. لازم تتاخد كل آراء وتساؤلات، يعني اليوم إن كان نقابة المحامين أو خبراء المحاسبة وغيرهم، يعني من كل المعنيين بهالبلد وبهالقطاعات، لأنه رأيهم كتير مهم وهن بيعرفوا البيضة والتقشيرة. نعم، الوضع القائم صعب، ما بدنا نتشائم. أكيد في عنا مشكلة كتير كبيرة بالبلد، وهون بقول في إجراءات عم تتخذ يمكن جيدة، بس هذا ليس كافي. بدو ينال شو المطلوب؟ المطلوب وضع صانعي السياسات عطول بكل دول العالم، ستنا بقولوا صانعي السياسات الاقتصادية والمالية والضرائبية والنقدية كلها بالتوازي. بدك تحطي خطط وسياسات وأهداف، وتحطي خطة عمل، وتقولي أنا اليوم بدي نفي وأعمال إجرائية لا توصلي لأهدافي. من على سبيل المثال للحصر، إذا بدي أقول أنا حفز الضرائب، أعطي تحفيزات ضرائبية بتجمل الاستثمارات، يعني بالمنطقة إنشاء منطقة مثل ما قالت ماكنزي، المنطقة الاقتصادية أو المنطقة الصناعية اللي هي بالبقاع مثلا لتجذب الاستثمارات. نعم. أنا بدي أشكرك النقيب السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين بلبنان إلي عبود. شكرا. لهون بتنتهي حلقتنا، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان. بختام هاللقاء أطيب الأمنية مني نواليش عبود، دليدة غانم، والمخرج جورج العلية.